قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. قال للناس خلوا الكتاب والسنة واتبعوا الآراء المتفرقة إلى آخره والأهواء. ما هي الشبهة؟ قال: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. المجتهد المطلق ده ابن عثيمين ذكر 6 شروط عشان تبقى مجتهد مطلق. طيب، قال الاجتهاد له شروط، قال منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وحديثها. ذو المجتهد ده يعرف الأحكام وآيات الأحكام وحديث الأحكام. طيب، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، لأنه مجتهد ما يقوم يجتهد ويبني اجتهاده على حديث ضعيف أو يصادم حديثا صحيحا إلى آخره. أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. يعرف الناسخ والمنسوخ، ده حكم بعد فترة نسخوه بحكم تاني. ليه هنا الحكم ده كان؟ لأنه مناسب في الفترة دي، بعد فترة بيجوا الناس محتاجين إلى حكم آخر يخالف هذا الحكم فنسخ هذا الحكم بحكم آخر. شكلي ابن جرير الطبري قال: النسخ في الأحكام وليس في الأخبار، ما في خبر فيه نسخ. الله لما يقول حصل كذا معناه حصل كذا، ثاني ما بيتغير، لكن الحكم بيتغير من فترة لفترة، يعني بالنسبة للأمم السابقة وإلى أمتنا. لكن بعد الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، الحكم الشرعي هو الحكم شنو؟ الشرعي. مش قبل العيشة تقول كلام، بعد العيشة تقول كلام. زولي تكلم في الصحابة يرد عليه قبل العيشة، بعد العيشة يقول له ده فلان دجال، وزول يسب الصحابة تجي تقول لا وإن قصدنا هذا وما هذا وما قصدنا وكذا. يا زول ما تخليك قوي، تخليك قوي، خايف من شنو انت؟ والله نحن شيء نراه دين لا نغيره لاحد كائنا من كان. لو اعلم اهل الارض، مش ده حق؟ اعلم اهل الارض ركب الباطل وصوته واصل الدنيا كلها ويردمنا ليل نهار ما نغير له الحق. حق يا اخي الله بيرفعك، شنو انت ترجف كذا؟ والله 3 جماعات 5 جماعات ما قادر على يزول يسب الصحابة، 5 جماعات ما فيها رجل واحد يرد عليه. ديل فيهم خير، ديل فيهم خير وناس يتعاطفوا معاهم، دكاترة وغيره وكذا، كلهم ما فيهم راجل واحد يغضب للصحابة ونقال لكم ما بنرى الأسماء كذبة بكذب. شغالين غلاة التجريح وغلاة الهناية، تجريح غلاة شنو يا زول؟ ده جريح نظيف، انت ما عارف التجريح وين من التصحيح، موضوع طويل. اذا بعد ذاك ذكر اشياء، قال: يعرف من الادله ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، كالمطلق المقيد العام الخاص المجمل المبين الى اخره او المبين. يعرف من اللغه واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل المبين والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. يعرف اللغة وصول الفقه إلى آخره والقواعد الفقهية. أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، مش مجرد حفظ، يقدر يستنبط، استنبط استنباطات. طيب، فقالوا القرآن والسنة دين ما يفهمين إلا العالم المجتهد المطلق. دي شبهة، يعني معناه انت ما عالم وما وصلت الدرجة دي ما بتفهم شنو القرآن. الكلام ده ما باطل يا جماعة، عشان كذا يقول لك القرآن ده براك كذي، القرآن ده ان قريته ما بتفهمه، لا فيها تفصيل، في قرآن بتفهمه براك كذي بتفهمه. هسي قل والله أحد، دي دار تشرحها بجنو، قل والله أحد دار تشرحها بجنو، مش كلام واضح؟ واضح. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، مش كلام واضح؟ مش كلام واضح؟ واضح. ولا تقربوا الزنا، مش واضحة؟
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. مش واضحة؟ واضحة، آيات واضحة. في آيات فعلا دار انت تفسيرها، دار تفسير. لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر. ما هي المعقبات؟ ملائكة كذا، ترجع على العلم والتفاسير. وفي أشياء انت ما بتفقها، ما بتفقها ولا كذا، لكن يعني تؤمن بها، تؤمن بها كما أراد الله سبحانه وتعالى، وإن لم تعلم مراد الله. القرآن ده تقرأه، والله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع شنو؟ كلام الله. ما قال حتى يصير عالما مجتهدا ثم يسمع كلام الله، هو مشرك. قال حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. مش كلام واضح؟ كتاب فصلت آياته. قال والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا، قال لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. قال يدوك أوصاف كلها كي تامة، قال لعلها لا تكاد يعني توجد. وهذا الكلام من المصنف يريد به أن هؤلاء يذكرون أوصافا تعجيزية، مش معناه في ناس أعلم من أبي بكر وأعلم من شنو؟ من عمر. ما في ذي أعلم الناس من الأمة دي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، يعني يعرض عن الكتاب والسنة. قال فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. كلام ده يا جماعة واضح، يعني الكتاب والسنة ديل صعبات ما بتفهمن، دي شبه وما يفهم إلا العالم المجتهد. ده كلام باطل. رسول بيجي ولا عربي صلى الله عليه وسلم من البادية بدي الحديث بيفهم الآية، بيقرأ واحد بيسمع الآية طوالي بيسلم. الجن بيسمعوا القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن طوالي يمشي يسلم. من الجن المسلم يعني الذي يسمع ويسلم. صعب الكتاب والسنة شكاية، مجرد ما تقول قال الله قال رسول الله في بعض المساجد يقول لك انت قريت فيها تجامع وشهادتك شنو وإلى آخر شنو. واحد في مسجد في مدرمان وترى هو كذب عليهم وأنا ما عارف، جيت أتكلم في المسجد أبو يخلوني. قام الزول له ودار الخير لكن كذب عليهم، قال لهم الزول ده بدرس في الجامعة، يعني أنا ما مش بسوي حيل أفزاي في الجامعة وكذا اللي هنا، لكن قال لهم الزول ده بدرس في الجامعة وأنا عندي شنطة كنت بشيلها أيام الداخلية. بيشوفوا الشنطة ويشوفوا الشكل الجلابيات وهذا يقدموني وخلوني أتكلم وكذا فترة من الزمن. وبعد بلغته وكذا في النهاية عرفت إنه الزول ده مهم شنو، هاي بيدرسهم في بيدرس في الجامعة وكذا. أخ معقول اتصل للدرجة دي؟ حق ده واضح يا أخ، قرآن واضح سنة واضحة. صح انت ترجع لأقوال العلماء، نحن نقول الكتاب والسنة بفهم السلف، لكن ما معنى انك القرآن ما تقرأ الا تبقى وما تقرأ التفسير وما تتعلمه وما تحفظه الا تبقى عالم مجتهد. ما افزول عالم من العلماء قال الكلام ده. قال فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وامرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال آخره أو آخره والحمد لله رب العالمين، أي آخر البيان إلى آخر البيان وآخر الأصل. قال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ده الأصل شنو؟ السادس الشبهة وين؟ إنه القرآن والسنة ما بيفهمين إلى العالم المجتهد المطلق، وهذا الكلام باطل وهي شبهة واهية وهو كلام مخالف للشرع، بل هذا القرآن بين واضح، من قرأه وتدبره استفاد منه وعرف طريق الحق من طريق الباطل، وكذلك السنة من قرأها وسمعها فإنه يفهمها، وبعض النصوص من الكتاب والسنة لا بد فيها من الرجوع إلى أقوال أهل العلم، لكن القرآن واضح والسنة واضحة، وهذه شبهة باطلة واهية في صد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.